مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. نرحب بكم كامل في قناه يوميات الفراشه البليديه. اذا اليوم راح ندير معكم كيكه بالتفاح ولا تارت بالتفاح. اذا بما انه رانا في وقت التفاح نخدموا هذا لاطارت مع بعض. اذا نبداو بالمرحله الاولى اللي هي الكريمه. واش نحتاجو؟ عندي لنا كاس حليب، عندي حبه بيض، عندي فانيليا وميزينا وسكر. بسم الله نبداو على بركه الله. نديرو كاس حليب، واللي عندها مول تاعها كبير ولا تستعمل زوج كيسان ولا تستعمل كاس ونص تاع حليب. عندي ندير شويه تاع لافاني، ندير كلشي بارد في البارد، حبه بيض هكذا، عندي زوج ملاعق تاع ميزينا، ولا تقدروا ديروا حتى 3 ملاعق وذا كسرتوا الحليب. وعندي السكر على حساب الحلاوه اللي تحبوها، انا ندير حتى 4 ملاعق تاع سكر. لا 2 3 4 هكذا نخلط بارد في بارد. كما راكم تشوفوا بعد ما خلطت البارد في البارد نديها فوق النار مع التحريك المستمر حتى تعقد لي ونحيها. عليكم بعد ما حركتها دات لي ربي واحد 5 دقائق فوق النار، شوفوا كيفاش عقدت. هاي ليكم لهنا اللي حبت تدير لها اي عطر عندها، عطر الموز، عطر التفاح ولا واش عندكم. انا حندير لافاني، نزيد كميه تاع لافاني، واللي عندها لافاني سائله تزيد لافاني سائله، وايضا ندير ملعقه تاع زبده. انتبه ونخلط مليح ونخليها على جهه تبرد. واللي حبت الكريمه تاعها جهه صفراء تقدر تزيد كميه تاع ملون اصفر قطرات فقط، هكا باه تشوفوا كيفاه تجي ديك الكريمه صفراء كي تشوفوها في الصور، لانه لهنايا ماهيش صفراء، مهما درتو ما تجيكم صفراء. بصح اللي حبت تلونها باللون الاصفر دير لها شي لون اصفر تولي كيما هاك. هكذا شوفوا شحال راهي شابه. نخليها تريح ونخدموا العجينه تاعنا. الان نروحوا للمرحله الثانيه، نصنعوا الكيكه. واش عندي؟ عندي 3 حبات تاع بيض، عندي كيس سكر، عندي بواطه ياغورت ناتور والفارينه ولافاني. نبداو بالبيض، عندي 3 حبات، ولا اللي عندها مول تاعها شويه كبير تستعمل 4 حبات، ولا عندها مول صغير تقدر تستعمل حتى 2 حبات كما راكم تشوفوا. نزيد ايضا علبه تاع ياغورت ناتور، ولا استعملوا اي ياغورت حبيتو، ولا يعني ذوق الموز ولا لافاني ولا بصح يعني باه ما تخلطوش النكهات، ديروا يا عطر الموز ولا ناتور طبيعي بدون نكهه. هنا نزيد ايضا كاس تاع زيت ولا نصف كاس، ولا من الاحسن عبروا بهذيك العلبه تاع الياغورت هكا باه تجيكم المقادير سوا سوا. نخلط المكونات مع بعض. بعد ما خلطنا نزيد كميه تاع لافاني هكذا. الان عندي الفارينه، ندير كاس ونص فارينه. بسم الله عندي كاس ونص فارينه، عندي ساشي تاع خميره. نخلط نتحصلوا على هذا الخليط. اللي حبت تستعمل الباتور معليش ما كاينش مشكل، اذا الخليط يكون املس. هنايا
سنيوه تاعنا ولا المول دهنوه مليح مليح بالزبده وزيدوا كثروا عليه الفرينه باه ما يلصقلكمش، على خاطر هذا الكيكه راهي بزاف طريه وخفيفه، يعني ماشي كيما العجينه تاع لي طارتولات. هنا ما تكسروش، ملاحظه ما تكسروش الخليط بزاف على خاطر راح يتنفخ وقادر يفيض لكم سنيوه. يعني ديروا كميه صغيره تاع الخليط ولا قسموه على زوج ليمون، انا درت كميه صغيره، ومشيوها هكذا بالملعقه باه يطلع شويه مع الاطراف. اللي عندها سنيوه يعني عميقه، يعني تكون العلو تاعها مليح، يعني ديروا بسنيوه تكون عميقه هكا باه اذا طلعت العجينه تنفخت ولا ما تخرج لكمش مع الاطراف. هذه ملاحظه ديروها في بالكم، واذا جات لكم عجينه كبيره قسموها على ليمون صغار كما انا. كما راكم تشوفوا انا العجينه اللي بقات لي قسمتها على ليمون صغار، وانتم ما حبيتوا ديروا سنيوه كبيره ديروا في سنيوه كبيره، بصح ما تكسروش العجينه. هنا هذيك الكريمه درتها في جيب حلواني، وكما راكم تشوفوا حطيتها على هذيك العجينه وهي خضراء. يعني ايضا ملاحظه اخرى، ما تكسروش الكريمه بزاف بزاف هكايا باش العجينه تاعكم كي تكون طيب ما تخرج لكمش كامل السنيوه. يعني من الاحسن تكون سنيوه العلو تاعها شويه مرتفع كما راكم تشوفوا. وبليمول صغار ما تكسروش، اذا درتو هكا بليمول صغار ديروا غير شويه كريمه في الوسط. ومن الاحسن اللي عندها شكاره تاع حليب دير الكريمه بشكاره تاع حليب هكا باه الكريمه ما تخرجش بزاف. كما قلت لكم في شكاره تاع الحليب يعني الكريمه تجي رقيقه ما تجيش يعني خشينه بزاف. لهنا التفاح قطعته شرائح رقيقه كما راكم تشوفوا، نستفها كامل على هذيك العجينه كما راكم تشوفوا، بعدوا شويه عليها مشيت بعدو تبعدو مشيت تلصقوهم كامل يعني حتى تحصلوا على شكل ورده. شدوا بداو من الطرف تبقاو تدوروا تدوروا صاير داير حتى تكملوا كامل شرائح تاع التفاح. بعد ما كملت استفت كامل التفاح، هنا عندي خليط من السكر والقرفة، يعني خلطوا القرفة مع السكر. كما تعرفوا انه التفاح يمشي بزاف بزاف مع القرفة، والمذاق يجي بزاف شباب في هذا التارت هذه. ان شاء الله تجربوها وتخلوا لي التعليقات تاعكم بلي نجحتوا فيها او خرجت لكم بزاف بزاف بنينة. يعني صراحة بعد ما درت لكم المونتاج انا حتى كرشي تنفخت. اذا ان شاء الله تجربوها خاصة انا في وقت التفاح. وما تنساوش جامل الفيديو وخليوا لي التعليقات تاعكم. من فضلكم لهنايا السكر يعني كثروا شويه على خاطر هو باه يتكرمل ويعطي لنا هذاك اللون الذهبي فوق لاطارت ديالنا هكذايا. ثم ندخلوها للكوشه تكون سخونه من قبل، نديروا على حراره متوسطه واحد 25 دقيقه ولا، ونحيوها. هنايا الكيكه تاعنا راهي طابت وخليتها بردت كما راكم تشوفوا، خرجت بزاف شابه وبزاف تشهي. لهنا عندي لاجولي زدت لها شويه تاع الماء ودفيتها فوق النار كما راكم تشوفوا، وندهن كامل هذاك السطح تاع هذا الكيكه. ولا استعملوا معجون تاع البشماش ولا اللي عندكم، ولا حتى عسل الوحده ما تكلفش روحها ولا ما عندكمش لاجولي. الكيكه تاعنا راهي وجدت، ريحه القرفه راهي تفحفح في الكوزينه بزاف بزاف تشهي. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم هكا، وتداوموا يعني كل مره ديروها، وتتفكروا قناه يوميه الفراشه البيتية، وتجوا ديروا جيم وديروا تعليقات الشابه ديالكم. ان شاء الله ما نكونش نشهي فيكم، نقول لكم شهيتكم في الجنه ان شاء الله. بعد ما بردت هاد الكيكه مليح مليح ضروري تخلوها تبرد، سينو راح تتفتت لكم كامل، على خاطر الكيكه هذه راهي رطبه وراهي خفيفه بالبزاف، يعني فيها الكريمه الداخل ماهيش كيما لاباط تاع لي تارتولات. ولا لازم تستعملوا موس يكون قاطع ولا تاع المنشار، واستعملوا معها غير الحنانه يعني سحبوها باه تتقطع لكم مليح، راهي بزاف رطبه. ان شاء الله الفيديو هذا يكون عجبكم، ان شاء الله تجربوها وتذوقوها وتجيو تخلوا لي التعليقات تاعكم. كما راكم تشوفوا الكيكه تاعنا جات بزاف هايله وجات بزاف 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 بنينه. يعني نقول لكم قبل ما تخرجوا من الفيديو خليوا لي جيم للفيديو، خليوا لي التعليقات تاعكم، ومن فضلكم بارطاجيو الفيديو في الفيسبوك ولا في الانستغرام ولا، ونقول لكم شهيتكم في الجنه وتهلاو في رواحتكم.